أن عمل الخير هو أفضل طريق للوصول إلى السمات الإنسانية التي زرعها الرب فينا. متابعينا الأعزاء، نادرون هم أولئك الناس الذين تكون سعادتهم وفرحهم بعمل الخير. الآن نبدأ معكم حلقة جديدة من برنامج اللقاء الأسبوعي، واليوم اللقاء الأسبوعي مع فريق جدو. ضيفنا في هذه الحلقة سيكون كل من الأستاذ هشام الذهبي والأب الفاضل مارتن بني من العراق. الآن سوف نلتقي مع الأستاذ هشام الذهبي. يا أهلا وسهلا بأستاذ هشام. أهلا وسهلا بك ومساء الخير عليكم توقيت بغداد وكل الهلا بكم. شكرا جزيلا. طبعا نشكر حضورك معنا بهذا البرنامج أستاذنا الكريم، خاصة نريد نتعرف اليوم عن قرب عن فريق جدو. فلهذا بداية هالحلقة نريد نعرف جمهور قناة القيامة بشخصك الكريم، من هو الأستاذ هشام الذهبي؟ تفضل. نعم، هشام الذهبي باحث نفسي، ماجستير علم نفس، متخصص في مجال الطفولة، رئيس مؤسسة البيت العراقي للإبداع. المؤسسة ترعى مشاريع من ضمنها مشروع لرعاية الأطفال الأيتام ومشروع لرعاية المسنين كبار السن، واللي يشرف عليهم فريق جدة وخدمتك. اليوم احنا راح نتحدث عنه، واللي هم أولادي الشباب اللي تجاوزوا أعمارهم 18 سنة واللي أستاذ هشام، أريد نتعرف على فريق جدو، نتمنى نعرف الفكرة من جت لكم، متى كانت، هل كانت ببغداد؟ فأتمنى تنطينا تفاصيل أكثر على هذا الفريق، تفضل. نعم، بالحقيقة بعد ما كبروا أولادي ووصلوا مرحلة المراهقة اللي هم أطفال أيتام أصبحوا شباب، بديت أفكر وبديت أقلق أنه شلون أقدر أعطي هؤلاء الأطفال و احافظ عليهم من الانحراف والانجراف الى يعني كثير من الاوضاع السيئه، منها المخدرات والمقاهي والنرجيله ورفاق السوء. فقررت ان افتح مشروع لرعايه كبار السن، ويكونون هم الشباب هم المسؤولين على هذا الدار. فبعد ما كلفتهم بهذه المهمه، شكلوا فريق سموه فريق جد بخدمته، باعتبار انهم يقدمون خدمات لكبار السن. فقام هذا الفريق اللي هو يتالف من 12 شاب، فيهم طالب كليه مرحله ثانيه طبيه ومرحله ثالثه وفي مرحله ثالثه عفوا مرحله خامسه، وفيهم طالب كليه هندسه مرحله رابعه، واضافه الى طلاب مرحله السادسه الاعدادي، و ايضا معهم بقيه الشباب اللي موجودين. فكانوا 12 شاب شكلوا هذا الفريق، وبداوا بجمع المسنين من الشوارع وتقديم الخدمات لهم، والخدمات اللي هي خدمات صحيه وتنظيف والسهر على راحتهم وتقديم كل الخدمات في الدار اللي فتحناه. استاذ هشام، المركز أين موجود؟ بأي منطقة في بغداد؟ اتفضل. في المركز هو موجود قريب على دار الأيتام اللي احنا نرعاه، هو موجود في الشارع في نعم. المركز قريب علينا 100 متر، هو في الدار. نعم أستاذ هشام، هل لكم تمويل من جهة معينة، خاصة الحكومة العراقية تنطي دعم لهذا المركز؟ تفضل. بالحقيقة ما أكو أي تمويل ولا أكو أي دعم من الحكومة العراقية ولا من أي منظمة دولية أو منظمة محلية. نعتمد في إدارة هذا المشروع على التبرعات اللي تأتينا من العراقيين داخل العراق وفي خارج العراق. نعم أستاذ العزيز، نعرف العراق بمكونات مختلفة ومتنوعة، هل هذا المركز يحوي الجميع أم فئة معينة؟ تفضل. نعم، بالحقيقة المركز هو مفتوح لعامة الناس، لأن أنا زرعت عند أطفالي اللي هم هسه الشباب اللي يديرون هذا المركز أنه الإنسانية قبل كل الانتماءات، قبل الدين وقبل المذهب وقبل القومية وقبل كل انتماء آخر. فتشوفين المسنين كبار اللي عندهم دار بهم
عراقيين من كل الأطياف، بيهم الكردي وبيهم المسيحي وبيهم العربي وبيهم المسلم وبيهم أيضا عفوا بيهم السوري وفيهم الأردني والسوداني والمصري. نعم أستاذي العزيز، هالمركز هل يحوي فقط فئة الرجال أم الرجال والنساء كلا الجنسين؟ بالحقيقة في بداية الأمر كان المركز هو متخصص فقط للرجال، باعتبار أنه نعم. اللي يديرونه هم الشباب، فما يقدرون يعني يقدموا خدمات للنساء كبار السن، يعني أكو خصوصية. ولكن بعد قبل حوالي 5 أشهر قررت أن أفتح فرع آخر للنساء أيضا بإشراف فريق جد وخدمتك، ولكن هنا تدير هذا المشروع. نعم، ما هو شعار هذا الفريق؟ يعني الإنسانية أولا، هذا هو شعار للمؤسسة ككل، الشعار نعم. العام أن الإنسانية أولا قبل كل إنسان. ما هي النشاطات اللي تقدموها لأعضاء أو الناس الموجودين في هذا المركز؟ عندكم برامج معينة؟ تفضل. نعم بالحقيقة احنا في بداية الأمر تعرفين انهم كلهم كبار السن، فأكثرهم يشكون أمراض مزمنة، أو كثير منهم هسه يعني لو تطلعون في يوم من الأيام يعني ممكن أرسل لكم بعض الفيديوهات للدار، كثير منهم مثلا يعاني من جلطات دماغية أو عنده شلل نصفي أو يعاني من بتر قدم واحدة أو كلتا القدمين، فبالتالي أولادي هم يقدمون لهم الخدمات وكأنهم أولادهم أو هم آبائهم، فنقدم لهم الخدمات الصحية والخدمات النفسية والخدمات الاجتماعية، بحيث أنه هو ما يشعر أنه هو في دار للمسنين، وإنما يشعر أنه في دار خاص به. إضافة إلى السفرات الترفيهية والزيارات المتبادلة مع كل يعني حتى في داخل المنطقة أيضا يحضرون كل المناسبات اللي هم. هل للفريق موافقات رسمية أم مجرد حركة شبابية فقط؟ في تفضل. بداية أن هو حركة شبابية، يعني نعم. مجموعة من الشباب قرروا أن يقدموا خدمات تطوعية للمجتمع، ولكن بمرور الوقت أصبح يعني لزام علينا أن نحصلهم على موافقات رسمية، فحصلنا على موافقة وإجازة لفتح دار للمسنين، وهذا الدار أصبح مسجل رسميا في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. نعم، ما هي المشاكل التي تواجه هذا الفريق سابقا وحاليا، خاصة احنا هسه بجائحة كورونا؟ تفضل استاذ العزيز. يعني من أصعب المشاكل اللي واجهتنا مو فقط فريق خدمتك وإنما المؤسسة ككل هو جائحة كورونا. تعرفين أنه عندنا مثلا أطفال أكثر من 50 طفل، وعندنا كبار السن أكثر من 20 مسن، فبالتالي هذه الشريحة بالذات يعني كنا خايفين عليهم كلش، لأن منعنا الزيارات عنهم وسوينا لهم حجر صحي داخل البيوت، وبنفس الوقت منعنا الخروج والدخول اليهم، فكان فريق جد وخدمتك ايضا محجور مع المسنين، لان احنا ما نقدر نخليهم يطلعون ويرجعون، لان خاف يحملون المرض وبالتالي ينقلون المسنين واللي هم اكثرهم عندهم مشاكل صحيه ونفسيه. هاي واحده من اكبر المعوقات اللي واجهتنا. الامر الاخر هو انه تعرفين انه المسنين اللي عندنا هم من ثقافات مختلفه ومن انتماءات مختلفة، فمو من السهولة أن تخليهم يتجانسون في بيت واحد، ولكن الحمد لله والشكر بمرور الوقت وبفطنة وذكاء و يعني حنكة أولاد الشباب باعتبار أنهم متمرسين في هذا المجال، قدروا أنه يعني يخلونهم يتجانسون فيما بينهم من خلال الخدمات اللي يقدمونها لهم ومن خلال الرعاية اللي يقدمونها. نعم، هل هناك جهات دينية أو مدنية تساند الفريق؟ تفضل أستاذ. الفريق لا أصلا يعني إحنا ما عندنا أي انتماء، نعم. وإحنا أنا فقط كما أسلفت للإنسانية وللعراق فقط، نعم. فبالتالي وبنفس الوقت إنه إحنا نقف على مسافة واحدة من جميع أطياف الشعب العراقي ومن جميع الحركات اللي موجودة، إذا كانت دينية أو مدنية، فكلهم أصدقائنا ومقربين من يمنا ويعرفون طبيعة عملنا. الخطط المستقبلية لتطوير من فريق جدو ما هي؟
وأنه نسوي أكثر من فريق في كل محافظات العراق. وهسه حاليا يعني احنا ان شاء الله نبدي محافظه السماوه المثنى، راح نبدي نفتح ايضا نفس المشروع ونتجه الى المناطق اللي تعاني واللي تحتاج الى ان نفتح هناك دور. نعم استاذ هشام، هذا العمل اللي تقوم به انت والفريق عمل انساني بحت، من تاثرتم بحيث جت لكم هالشكل فكره؟ اتفضل عندكم رمز. يعني بصراحة تعرفين أنت أنه أنا ما أريد أكون متعصب ومتحيز، ولكن إحنا كشعب عراقي نعم شوية عندنا العواطف كلش عالية وعندنا إنسانية كلش كبيرة، فبالتالي مجرد ما نشوف أي حالة، يعني أنا مثلا من اشتغلت ويا الأطفال، مجرد ما شفت أطفال في الشارع رأسا حركت باتجاههم واشتغلت وياهم. وايضا اولادي فريق جد وخدمتك، مجرد ما شافوا مجموعه من المسنين موجودين بالشارع بالبرد وبالحر ويحتاجون الى رعايه حركوا عليهم. هي هاي جزء من طبيعه الشخصيه العراقيه، رغم كل الظروف الصعبه اللي يمر بها، ولكن يبقى هو في طبيعته كلش ويتعاطف ويا كل الاشياء او كل الناس اللي يحتاجون. نعم أستاذ العزيز، عدة مرات تقول أولادي، يعني العلاقة بيناتكم بين الأب والأولاد، فأتمنى هالشكل تبينها بشكل أوضح لجميع متابعي قناة القيامة، هالعلاقة الجميلة اللي كونتوها بيناتكم وكلتكم تشتغلون فد إيد. اتفضل. نعم تعرفين أن أنت يعني أنا أقل واحد بيهم عاش عندي يمكن 10 سنين، نعم فبالتالي علاقتنا مو علاقة مدير وطفل دار أيتام بعدين أصبح شاب، لا علاقتنا أكثر من علاقة أب وابن. إضافة لهذا أكثرهم من هم عاشوا عندي في بيتي الخاص، يعني زوجتي هي أم إلهم وأولادي أخوة إلهم، فبالتالي أصبحوا جزء من عائلتي. يعني إحنا ما عندنا مثلا أحيانا يقولوا لي عائلتك الصغيرة وعائلتك الكبيرة، أقول ما عندي، يعني هي كلها عائلة واحدة. يعني أنا حتى من أسافر أدير المكان زوجتي، وأولادي هم أيضا يشتغلون ويا نفس الشباب اللي إذا كانوا في دار الأيتام أو في دار المسنين، فبالتالي هم أولادي وعزيزين علي جدا. إن شاء الله دائما المحبة بيناتكم أستاذ هشام الذهبي. آمين. الله يوفقك. وللمعلومة لجمهور قناة القيامة اتفضل. قبل فترة يمكن ما أدري شفتوا زوجت واحد من أولادي الشباب، وكان عندنا حفل زواج كلش كبير، وهذا يمكن عاشر شاب انا ازوجه، وحاليا عندنا احفاد واكثر الاولاد الاحفاد مسمينهم على اسمي هشام. نعم ما شاء الله. استاذ هشام، اريد نعرف نوع العلاقه بينك وبين ابونا مارتن بني، وكيف بنت هالعلاقه الجميله، لان دائما تنتابعكم النشاطات اللي كنتوا تقومون بها قبل زمن كورونا وحاليا ايضا، فنتمنى نعرف هالعلاقه. تفضل. يعني ابونا مارتن يعني بغض النظر عن انتمائه ودينه هو اخوي وصديقي وعزيز علي جدا، يعني احنا دائما نلتقي، انا شخص اخر اللي هو السيد علي الطلقاني، فانا اقول الطيبه والاعتدال والانسانيه، الاب مارتن يمثل الطيبه والسيد علي الطلقاني يمثل الاعتدال وهشام الذهبي يمثل الانسانيه، فاحنا خليط وواحد يكمل الاخر. اضافه لكل هذا انه انا كثير من الاشياء تعلمتها من ابونا مارتن، لان هو بالحقيقه يعني الصدق انسان يحيا من اجل العراق، يعني عمره ما فكر انه هو مسيحي ويفكر لازم بدينه والناس اللي من دينه، لا ابدا، دائما يشاركنا افراحنا واحزاننا، وبنفس الوقت احنا نشاركه افراحه واحزانه، ودائما يعني يمكن كل سنه مره مرتين 3 مرات نكون انا واطفالي والمسنين في احدى الكنائس اللي موجود بها ابونا مارتن، اينما انتقل نذهب مع خلفه. نعم أستاذ الكريم، أي إضافة أخرى تريد تقدمها لنا عن فريق جدو؟ اتفضل. بالحقيقة فريق جدو بخدمتك، يعني من خلال قدمتهم كل الشكر والتقدير على الجهود الكبيرة اللي يبذلونها،
يعني احنا نعرف هسه في هالوقت يمكن الابن ده يتخلى عن ابوه، ولكن هؤلاء الاولاد يعني اثبتوا انه الانسانيه موجوده ومتجذره، ومن الممكن ان يعني تنتفض في اي لحظه. الاعمال اللي يقدمونها اعمال كبيره، رغم انه سنهم صغير ولكن اعمالهم كبيره جدا، واتقدم لهم بالشكر الجزيل. وايضا اتمنى ان تنقلون تحياتي الى الاب مارتن العزيز، اف ما راح يسعفني الحظ ان شفته. تحياتي لكم ولكل كادر قناتكم العزيزه عليا. شكرا جزيلا أستاذ الكريم أستاذ هشام الذهبي من بغداد العراق. والآن ننتقل إلى الأب مارتن بني من بغداد. يا أهلا وسهلا بأبونا مارتن. أهلا وسهلا بكم سجنان وبقناة القيامة، وشكرا على هذه الاستضافة. طبعا أبونا مارتن غني عن التعريف، يعني نعرفه كلتنا، ولكن يمكن بعض متابعي قناة القيامة لحد الآن ما متعرفين عن قرب عن أبونا مارتن بني، فلهذا أبونا مارتن بكلمات قصيرة، من هو أبونا مارتن بني؟ اتفضل. أكيد أنا الأب مارتن بني، حاليا أخدم في بغداد، أصلي من كرم ليس، انرسمت في عنكاوة سنة 2016، خدمت في أكثر من كنيسة من بغداد، وحالياً راعي كنيسة مريم العذراء في شارع فلسطين. نعم أبونا، هاليوم احنا ببرنامج اللقاء الأسبوعي وتنتكلم عن فريق جدو، فنريد نعرف العلاقة بينك وبين هالفريق، ما هي، كيف تمت، من أي زمن، أين ومتى، ما هي الخدمات اللي تشاركون بها فريق جدو؟ اتفضل. بالبداية أحب أن أوجه تحية كبيرة إلى الأخ والصديق العزيز أستاذ هشام. كنت أتمنى حقيقة أن نلتقي واقعيا مو عبر السكايب، لكن بسبب حظر التجوال وإلى آخره من الظروف ما تم هذا اللقاء. أكيد كل تحياتي إلى ولأبناء الأحبة. فريق جدو هو واحدة من المشاريع اللي يقوم بها أستاذ هشام، بالإضافة إلى اهتمامه بالأطفال الأيتام والمشردين، ده يهتم بالمسنين، بكبار العمر، بالناس اللي يحتاجون إلى. وهذا الفريق أسسه في بغداد وبنى بيت يقوي للمسنين وده يهتم بهم بعناية كاملة. وأنا زرت هذا البيت وبدت علاقتي بهذا البيت تحديدا، علاقتي مع أستاذ هشام ممكن نفرد لها حديث آخر، لأن هي علاقة عميقة جدا وبيها كثير من الأشياء المشتركة. لكن علاقتي ببيت جده بدت مع اتصال من روسيا، اتصل بي شاب من روسيا، هو من الناصرية حسب ما أتذكر، لكن حاليا لا يدرس في روسيا. كان عندنا واحد من أبنائنا تعرض إلى ظروف صعبة في روسيا واضطر أن يرجع للعراق، وما كان عنده بيت ولا عنده أهل. حاولت أن أتصل بأكثر من دار مسنين أن يقووا، لكن للأسف ما قدرنا أن نحصل على مكان فارغ بولا دار من دور المسنين الموجودة في بغداد، إلى أن ذكرت الأخ والصديق العزيز أستاذ هشام وهذا المشروع اللي سواه بيت جدو، واتصلت بي وشرحت له الحالة. كان مثل ما هو دائما مرحب جدا أن يستضيف هذا الشخص يمه، وبالفعل وصل هذا الشخص إلى المطار، وكان معايا اثنين من شباب كنيسة الانتقال، أخذتهم معايا إلى المطار واستقبلناه وودينا إلى بيت أستاذ هشام ورحب بي وقدم له كل ما يحتاجه. وتعرفنا في ذلك اليوم إلى الناس اللي يقويهم أستاذ هشام في هذا البيت، والخدمات اللي يقدمها لهم، وكل العناية اللي يقدمها للجميع اللي ساكنين في هذا الدار. نعم، ما هي الخدمات أو النشاطات اللي شاركتهم أبونا؟ اتفضل. حقيقة علاقتنا مع أستاذ هشام تمتد لأكثر من 4 سنوات. نعم. وكثير من النشاطات سارت بيناتنا. أهم ما كان يميز هذه العلاقة هو مأدبة الإفطار الرمضانية اللي استضافيناهم بها في كنيسة مريم العذراء سلطانة الوردية أستاذ هشام الذهبي وأبنائه، وكانت أيضا بحضور السيد علي الطالقاني، بالإضافة إلى المهرجانات اللي يقومون بها، زيارتنا إلى الدار، وكثير من الأنشطة الترفيهية والتثقيفية، وكثير من الأمور اللي سويناها مشتركة ما بيننا وما بين أستاذ هشام وأبنائه. نعم. حضورهم أيضا صلواتنا وقداديسنا بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة،
زيارتنا لهم احنا للدار. انا كثير من مره اكثر من مره اخذت الشبيبه وسرنا الدار والقينا لهم قصه ثقافيه وايضا مجموعه من النشاطات الترفيهيه والالعاب قمنا بها بهذا الدار مع شبيبه كنائس بغداد. نعم. بالاضافه الى حضورنا بشكل مشترك انا واستاذي هشام للمؤتمرات اللي تدعو الى الانسانيه والى الحوار والتنوع واحترام وقبول الاخر. نعم. أبونا مارتن، هل يوجد في برامجكم المستقبلية مثل هكذا مشاريع؟ اتفضل. يعني أنا أؤمن أنه الأحلام تتحقق والأحلام ما تعرف حدود. نعم. أنا دائما كنت أقول للشبيبة اللي معاي أتمنى أن يكون عندي مبلغ كبير من المال حتى أسوي مجمع كامل، يكون بي دار أيتام، يكون بي دار للمسنين، يكون بمستشفى، يكون بجامعة، يكون بمدرسة. هذا ما أحلم به دائما. صح إحنا نقوم بفعاليات مع الأيتام ونقدر نساعد على قدر استطاعتنا ونسوي كثير من البرامج والأنشطة، لكن هذه تبقى محدودة. حلمي الكبير هو أن يكون عندي مؤسسة مثل هالمؤسسات الكبيرة اللي ترعى الأيتام والمشردين وكل من يحتاجون إلى هذه الأشياء، وأكيد ربنا راح يساعدني أن أحقق هذا الشيء في يوم من الأيام. آمين آمين إن شاء الله. أبونا، فأبونا هل تناشد المنظمات الإنسانية أنه تساند هالشكل مشاريع، خاصة فريق جدو هو ليس لفئة معينة، هو لجميع الفئات ولجميع الأعمار أيضا؟ اتفضل. بالتأكيد. نعم. أنا كثير أشجع وأدعم الأخ والصديق أستاذ هشام. نعم. وأناشد كل المنظمات وكل المؤسسات أن دائما تقدم له كل ما يحتاجه وتدعمه وتسانده، لأن أستاذ هشام ده يقوم بمشروع إنساني كبير جدا، مشروع عابر لكل مسميات، لكل المسميات ولكل الأشياء الأخرى، مشروع ده يهتم بالإنسان فقط والإنسان المحتاج، وهذا الشيء من النادر أن نشوفه في بلداننا. لذلك أنا أطلب من الكل أن يساند أستاذ هشام، أن يدعمه، لأن فعلا ده يرعى الإنسان، وهذا ما نحتاجه إحنا، أن نهتم بالإنسان الآخر بغض النظر عن دينه ولونه وعرقه وجنسه وإلى آخره، لأن هذا الإنسان يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى محبة، يحتاج إلى اهتمام. فبالتأكيد أنا أطلب من الجميع اللي يسمعنا واللي يشوفنا أن يساند أستاذ هشام بكل ما يحتاجه. أبونا، هل هناك تنسيق وتعاون بينكم بحيث تحققون أهداف أكثر مشتركة بالمستقبل، وما هي؟ اتفضل. أكيد، يعني دائما إحنا نتعاون وندعم بعض. حاليا ماكو خطط وأهداف مستقبلية، لكن على أمل نصلي أن يكون هذا الشيء موجود بيناتنا دائما. أبونا الفاضل، هل تعتقد أن العمل الإنساني هو لشخص معين أو لفئة معينة، لجهة معينة، أم كل إنسان بإمكانه أن يقوم بهذا العمل؟ اتفضل. بما أنه إحنا نقول عمل إنساني فالعمل يخص الإنسان، أكيد كل إنسان قادر أن يقوم بدور إنساني بغض النظر عن حجم الدور. كل إنسان، أنا أو أنت سجنان أو أي واحد يسمعنا، يقدر أن يساعد الإنسان القريب من عنده، أن يساعد جيرانه، أن يساعد كل واحد يحتاج إلى. ممكن واحد يساعد جاره، صديقة، زميلة، إلى آخره. نعم. كل واحد من مكانه يقدر يقوم بعمل إنساني. نعم، آمين. أبونا، أي إضافة على فريق جدو؟ اتفضل. أنا حقيقة أحييهم وحيي أستاذ هشام والكادر اللي معه وكل آبائنا الموجودين في البيت اللي يرعاه أستاذ هشام، وأصلي لهم وأقول أنه إحنا أخوتهم وأبنائهم، أي شيء يحتاجون إحنا موجودين، ونبقى دائما إخوة نتعاون ونساعد بعضنا البعض. نعم، آمين. أبونا مارتن، لما تلتقي مع فريق جدو مع الأستاذ هشام الذهبي، ما هي المواضيع اللي دائما تتناقشون بيها؟ اتفضل. حقيقة علاقتنا أنا وأستاذ هشام علاقة أخوية. نعم. فنتناقش بكثير من الأمور،
يعني بخصوص الأعمال الإنسانية، بخصوص أوضاع البلد، كيف نقدر أن نرتقي بالمجتمع أكثر وأكثر. هو لقائنا بحد ذاته إحنا يعني نريد نوصل دائما من خلال رسالة أنه إحنا نقدر أن نجتمع مع بعض رغم كل اختلافاتنا، نقدر نتعاون رغم كل ما موجود، نوصل رسالة إنسانية من خلال كل لقاء، نتشاقى ونضحك مع بعض ونسولف من غير أي كلفة. وهذا الشيء يفرحنا، أنه أكو نوع من المودة، أكو نوع من المحبة، من الصداقة. ما نحتاج أن نكون رسميين زايد عن اللازم ولا إلى أي شيء آخر، يكفي أن نتعاون بإنسانية مع بعض، أن نحترم بعضنا البعض، أن نقدر بعضنا البعض، وأن نضحك ونبتسم. وهذا بحد ذاته يعني أنا أفرح جدا من أروح يم بيت أستاذ هشام، أولادي يصيحوا لي أبونا، ومن يشوفوني بالشارع، يعني مرة أتذكر كنت بشارع المتنبي، نعم، شافوني من بعيد قبل كم سنة يصيحوا لي أبونا أبونا، هذا الشيء خلى قلبي ينفتح الشكل يعني بشكل كبير جدا. نعم، هذا الشيء كثير يفرحني. وبالإضافة إلى أنه جماعة كنيستي وين ما أكون بأي كنيسة كلهم يعرفون أستاذ هشام ويصلون من أجله، ويعرفون أبناء ويعرفون كل الأنشطة اللي يقوم بها وكل المساعدات. فهذا الشيء يفرحنا أنه أكو هذه المودة بيناتنا، ما هي مختصرة فقط على الأمور الرسمية يعني. وهمنا كنت مدعو إلى زواج ابن الأستاذ هشام، لكن ما قدرت أروح بسبب كنت بالموصل ورجعت متأخر، بس وعدت أنه أروح إلى وأبارك هذا الزواج لواحد من أبنائه. هذا الشيء اللي يفرحني، أنه إحنا في أفراحنا مع بعض، في أحزاننا مع بعض، مع بعض بمناسباتنا الدينية أيضا نكون مع بعض. فهل الإنسانية هي اللي تجمعنا دائما؟ أبونا نريد شهادة من عندك، يعني لما كنا نتكلم ويا أستاذ هشام دائما يقول ولدي، فهذون الشباب اللي ويا ومربيهم يمكن من أعمار صغيرة أخذوا كثير من صفات أستاذ هشام، وطبعا احنا تحدثنا معاه ما شاء الله الإنسانية يمه جميلة جدا، ونتمنى هالشكل شخصية تكون قدوة لنا احنا. اتفضل أبونا. بالتأكيد الأب قبل كل شيء، نعم، هو تربية، هو قدوة، هو مثال. واستاذ هشام دا يربي ودا يبني وهو قدوة لأبنائه، فأكيد أبنائه راح يكونوا مثله. بعدين الابن الطفل يتعلم مما يشوفه من أبوه أكثر مما يسمعه، فهم دا يشوفون هالإنسانية بهذا الشخص، دا يشوفون هذه الأعمال الجميلة، فأكيد راح يتربون ويتنشؤون مثله. نعم، آمين. شكرا جزيلا أبونا مارتن بني من بغداد. كلمة أخيرة لجمهور قناة القيامة، وما رأيك بهذه القناة؟ اتفضل. أكيد نصلي من أجلكم ونبارك لكم افتتاح هذه القناة، ونتمنى دائما أن تنقلون صوت المحبة وصوت الإنسانية وصوت الحق، أن تكونون دائما بهذا الشكل تنقلون كل ما يخدم الإنسان، ودائما نوجه تحياتنا لهذا الجمهور اللي دا يسمعنا، ونطلب من عنده أن يصلي من أجلنا، يصلي من أجل بلدنا ومن أجل كل الناس اللي دا يعيشون به. آمين. طبعا إن شاء الله بالموافقية أبونا، والله يستر عليكم وعلينا، آمين يا رب. فمتابعينا الأعزاء، الذي يعطي دون أن ينتظر المقابل سيجازيه الرب بنعم السماء. شكرا لحسن المتابعة. Thank you.